يعيبنا في الدنيا وفي المعاد شيخنا قد مغفرين كنت تقصا حاميا لمن أتاكم لاجنا كنت فينا ناظريا سيدي قد مغفرين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أعطنا منك العبادة عند كل هولنا صب فينا الأمن منكم شيخنا قد مرغني أنت أستاذ لنا شيخنا فما لنا منك ما عدتم فاجب منك يا مدبر ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اللهم أوزعنا إلى مأمورنا وارحمنا دائما يا شيخنا مدبر ولي وبدنا نهدى الهدى وحبرنا رضوانك كل حالات بحق شيخنا مدبر ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدنا ونجدي الهدى وحبلنا رضوانك كل حالات بحق شيخنا مدبر ولي آتنا أمنا حظيما وسرورا من يمين مالك الموت بحق شيخنا مدبر ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلما سلامنا من اللعين وشرح على فرح روحنا بل أسعدنا يا ولي بشرنا بالجنان باليقين آتنا كلمة التوحيد ثاني من يا مدبر ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وفقنا للجواب مالكين بالرضا كلنا رحمان نبي شيخنا مدبر ولي ثم سلم يوم بعثتنا غدا للموقف صببا حسابنا بي شيخنا مدبر ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب سلم هذه الأمة عند القدر حين جاءوا للصراط فنجينهم يا علي ربنا اجمع كلنا في دار جنات النعيم بالشفاعة سيد الكونين فضلا يا ولي رب صل على الرسول سيد الرسل الكرام مع سلام دائما والآل يا من هو جلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله